أقوم فقط بالتعليق عليه. طريقة رسم وردة، كما قلت لكم في الفيديو السابق أن هناك أكثر من طريقة لرسم هذا الفيديو. الفيديو أو في البداية سوف نرسمه بقلم رصاص، ثم تقوم بالتعليم على جسم الوردة لتظهر لكم التفاصيل. تابعوا معنا أصدقائي. نشكر مرة أخرى الأخت أماني ناصر على شرح أو رسم لنا هذه الزهرة الجميلة. انظروا الآن، كما قلت لكم نرسمها في البداية بقلم رصاص، ثم سوف نقوم بتعليم جسم الوردة ومسح الأجزاء التي لا نريدها. الفيديو بسيط أصدقائي، جدا جدا. هناك بعض السرعة طبعا، لأن الفيديو الأصلي قرابة النص ساعة ويزيد تقريبا 33 دقيقة. فلو أردنا التعليق على 33 دقيقة ثم رفعه إلى الإنترنت سوف يصبح حجم الفيديو هائل جدا، ولا أستطيع أن أرفع هذه الأحجام الهائلة من الفيديوهات بسبب ضعف الإنترنت لدي. الآن نقوم بتعليم التفاصيل بقلم آخر. طبعا التفاصيل التي لا نريدها سوف نقوم برسمها. تستطيعون الآن متابعة دقة الخطوات، كل خطوة بخطوة أصدقائي. لو أي خطوة فاتتكم، طبعا نحن نرسم بالترتيب الآن كما بدأنا في الرسم، نرتب الخطوات. أي شيء زيادة سوف نقوم طبعا بمسحه. انظروا أصدقائي لهذه الرسمة الجميلة. طبعا أصدقائي أنتم مرسومون في البداية بقلم رصاص، وحتى حينما تحاولوا تعليم الجسم ارسموا بقلم رصاص لكي لا تقوموا بالغلط. نمسح ما لا نريده من جسم الوردة لكي تظهر بكل تفاصيلها الجميلة. انظروا بعض الألوان الزاهية لتصبح الفيديو أو الوردة أقصد جميلة جدا. هذه الوردة الحمراء الجميلة. طبعا أصدقائي هنا سرعنا الفيديو كثيرا، أسف على ذلك، ولكن لم نحب أن نسرع الفيديو في رسم التفاصيل، ولكن الألوان على ما أظن أنها سهلة، لا تحتاج إلى خبرة، فقط أحضروا التلوين ولونوا بشكل ترتيبي كما ترون. انظروا أصدقائي، بقيت بعض ألوان الورق أو الجذع ثم الورق. هذا هو تاج الزهرة والأوراق والساق والورقة الأخرى. ثم نتمنى أن يعجبكم أصدقائي الفيديو، نترككم في رعاية الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو أرجو أن تشتركوا في قناة تعلم الرسم ليصلكم كل جديد. اتركوا لنا أي تعليق، أي طلب تريدونه. إذا كان لديكم أي استفسار نحن سوف نقوم بالرد عليه بالسرعة الممكنة. إذا أردتم أن نرسم لكم شيء أو طريقة أو نشرح لكم خطوة أو حتى نعيد فيديو، لا يوجد لدينا أي مشكلة أصدقائي. وشكرا، دمتم في رعاية الله. كما قلت لكم أرسمها في البداية بقلم رصاص.
الرصاص، ثم سوف نقوم بتعليم جسم الوردة ومسح الأجزاء التي لا نريدها. الفيديو بسيط أصدقائي، جدا جدا. هناك بعض السرعة طبعا، لأن الفيديو الأصلي قرابة النص ساعة ويزيد تقريبا 33 دقيقة. فلو أردنا التعليق على 33 دقيقة ثم رفعه إلى الإنترنت سوف يصبح حجم الفيديو هائل جدا ولا أستطيع أن أنظره. بعض الألوان زاهية لتصبح الفيديو أو الوردة أقصد جميلة جدا. هذه الوردة الحمراء الجميلة. طبعا هنا سرعنا الفيديو كثيرا، نأسف على ذلك، ولكن لم نحب أن نسرع الفيديو في رسم التفاصيل، لكن الألوان على ما أظن أنها سهلة، لا تحتاج إلى خبرة، فقط أحضروا التلوين ولونوا بشكل ترتيبي كما ترون. انظروا انظروا الآن. أصدقائي، فيديو جديد من فيديوهات الأخت أماني ناصر، أقوم فقط بالتعليق عليه. طريقة رسم وردة، كما قلت لكم في الفيديو السابق أن هناك أكثر من طريقة لرسم هذا الفيديو. الفيديو أو في البداية سوف نرسمه بقلم رصاص، ثم تقوم بالتعليم على جسم الوردة لتظهر لكم التفاصيل. تابعوا معنا أصدقائي. نشكر مرة أخرى الأخت أماني ناصر على شرح أو رسم لنا هذه الزهرة الجميلة. انظروا الآن. انظروا أصدقائي لهذه الرسمة الجميلة. طبعا أصدقائي، أنتم مرسومون في البداية بقلم رصاص، حتى عندما تحاولوا تعليم الجسم ارسموا بقلم رصاص لكي لا تقوموا بالغلط. نمسح ما لا نريده من جسم الوردة لكي تظهر بكل تفاصيلها الجميلة. ارفع هذه الاحجام الهائلة من الفيديوهات بسبب ضعف الانترنت لدي. الان نقوم ب تعليم التفاصيل بقلم اخر. طبعا التفاصيل التي لا نريدها سوف نقوم برسمها. تستطيعون الان متابعة دقة الخطوات، كل خطوة بخطوة اصدقائي. لو اي خطوة فاتتكم، طبعا نحن نرسم بالترتيب الان كما بدأنا في الرسم، نرتب الخطوات. اي شيء زيادة سوف نقوم طبعا بمسحه